هنا الأحرار والثوار والشهداء، هنا الحسين وكربلاء وعاشوراء. ثورة الإصلاح التاريخية التي خاضها آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يجددها اليوم شباب تشرين، يحولون العاشر من محرم إلى حدث يحمل الشعارات المناهضة للسياسات التي تتبعها الأحزاب الموالية للنظام الإيراني. علمنا نهز الميدان يوم القاسم للشجعان. وعلى الرغم من أن هذه المجالس الحسينية اعتادت على توجيه الانتقادات للطبقة السياسية على مدى الأعوام الماضية، إلا أن شدة النقد ومفرداته اختلفت هذا العام، والصور شهداء ثورة تشرين كانت هي الأبرز. النقد الشديد للأحزاب واستذكار الشهداء لم يقتصر على المجالس الحسينية، بل تعداه إلى المسيرات الراجلة التي تنظم للطواف في شوارع كربلاء. ومن داخل الصحن الحسيني ردد المشاركون بالمواكب شعارات تندد بالفساد، مطالبين بمحاكمة الفاسدين الذين يسرقون البلاد باسم الدين، فضلا عن كشف قتلة المتظاهرين والناشطين والقصاص منهم. ترك الحسين عليه السلام هنا في أرض كربلاء دروسا عظيمة في الثورة ضد الظلم والخذلان، ويذكر ما تعرض له رغم عدالة قضيته بالقتل غير المبرر الذي يتعرض له العراقيون الثائرون من أجل حقوقهم اليوم. خالدة تبقى ثورة الحسين كما هي دماء شهداء ثورة تشرين الخالدة في الأذهان، فسلام على أرض ترتوي بدماء الثائرين الطاهرة.